إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم. عدنا لكم خلال البث المباشر للجولة الثانية من المباراة القوية التي تجمع بين سيدات فريق الرجاء الرياضي وسيدات راس من أكادير. النتيجة الآن دائما متعادلة 1-1 لكل فريق. محاولات الآن من لاعبات فريق هلال طراز، محاولة الآن وتدخل ناجح لحارسة مرمى فريق الرجاء الرياضي حارسة المخضرمة. محاولة الآن لفائدة فريق طراز، الحكمة مع الناس على شي حاجة. خطأ الآن لفائدة فريق تراس. الصورة مدربة فريق الرجاء الرياضي. الأربيط الكوتش ما بقى له والو يحبس، الكوتش ما بقى له والو تحبس، الكوتش ما بقى له والو تحبس. لا يا الكوتش كنت كي تلي عندها لي ليميت ديالها. Thank you.
المهدي اش دي النتيجه 1-1. هذا المكان فريق الرجاء الرياضي سبق تسجيل، فريق طراز كيعادل النتيجه. هجمة الآن لفائدة فريق الرجاء الرياضي، هجمة منظمة. حاول الآن وتدخل دفاع فريق، دائما محاولة وتدخل رائع للحارسة فريق طراز. النتيجة دائما 1-1. دائما النتيجة متعادلة بين الفريقين، هدف في كل شبكة. بعد ما كان فريق الرجاء الرياضي سباق للتسجيل في بداية الجولة الأولى، الآن نعيش الجولة الثانية. 16 دقيقة. حاولت الآن لفائدة فريق الرجاء الرياضي من أجل تسجيل هدف التقدم.
تسلل كان للحكم لصالح فريق طراس بعد تيكي تاكا رجوية في هذا الأثناء اللي تفاعل معها الجمهور الحاضر. Thank you.
شوف
يا
المحاولات الآن لفائدة فريق الرجاء الرياضي من أجل تسجيل هدف التقدم، يعني نتيجة دائما 1-1 بعد ما كان فريق الرجاء الرياضي سبق تسجيل فريق دراسي مع نهاية الجولة الأولى في تسجيل هدف التعادل خلال هذا الشوط الثاني لفائدة فريق الرجاء الرياضي من أجل تسجيل هدف التقدم. Thank you.
نهاية المباراة بالتعادل هدف لمثله بين فريقي الرجاء الرياضي ونادي طراس لكرة القدم من مدينة أكادير.